لماذا القياس على الهر وما هو دون الهر؟ لماذا ليس حيوان آخر؟ لأن الهر ثبتت طهارته، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان عنده هر في البيت فأرخى له الإناء فشرب الهر، بعد أن شرب الهر من الإناء قام أبو قتادة وتوضأ من هذا الإناء، فكانت زوجة ابنه موجودة فمثل نظرت إليه مستغربة، يعني كيف تشرب تتوضأ من بعد شرب الهر؟ فقال تعجبين يا ابنة أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فأخذ أهل العلم أن الهر طاهر، ثم قاسوا عليه ما هو دونه في الخلقة. نعم.